السلام عليكم، أزول في اليوم، مرحبا بكم، صحة عيدكم إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة، إن شاء الله تكونوا عيد وفي صحة وعافية. ندير لكم هذا العرب فيات 4 سنوات بالفولون، نسحقوا نصف متر من القماش فقط، نسحقوا ناخذوا 15 سنتيمتر وننزلوا بسبعة على سبعة في حدة الإبط وننزلوا إيفازي. هذا وش فيه؟ هذا النوع من لي روب. هنا خديت 15 سنتيمتر ومن بعد ندير حدة إبط 7 على 7، يعني نصف حدة الإبط 5 على 5 ولا 7 على 7 كما تحبوا، ونروح فيها إيفازي حتى الطول المرغوب. هنا درت طول 56 سنتيمتر فقط، هذا أسهل ما يكون، حتى المبتدئات يقدروا يخدموا هذا النوع من لي روب، وراهي مشروع مربح. نصف متر من القماش يدير لك روبا تبيعيها ب60-70 ألف إذا درتي لها قالون، زيدي حق القالون. وهذا مكان، طريقة سهلة جدا ومبسطة، حتى المبتدئات يقدروا يخدموا هذه الطريقة. شوفوا شحال سهلة، هوا فوالا نسواليمت من جهة واحدة أخرى. هنا نسوي لأنه عود شوية، من جهة واحدة أخرى ناخذ شريط كبير طول تاعو 140 سنتيمتر، نقسمه على 2، يعني 40 في جهة 70 في جهة و70 في جهة واحدة أخرى. هذا هو الشريط اللي قلت لكم عليه، نصف متر فقط من القماش و 25 سنتيمتر من لاستيك من جهتين يدير لك هذا الفستان. كتولي متي شحال يسهل، وثاني بغانا تخدم هكا هاد الزنز لي غوب فيات هذوما يتمشاو بزاف في الصيف. هنا نحدد المنتصف تاع الفولون هذاك، انا راني قسمته على 2 70 سنتيمتر من جهه. هذه القياسات اللي راني مديها لكم اللي بنت عمرها 4 سنوات. ناخذ المنتصف تاع الصدر ايضا، نحدد المنتصف ونركب عليها هذا الشريط. راكم تشوفوا طريقه واضحه. بالنسبه للبنات اللي راهم يقولوا بلي الخياطه في العيد ماشي مليحه، نقول لكم انا ما على باليش، ما عرفتش، جامي سمعت باللي ماشي مليح تخيطي في العيد، ما عرفتش انا هذا الشيء، ما نعرفوش. بكري كانوا يقولوا في ايام تاع عاشوراء ما يخيطوش، لازم تحب تحكمي البرا، ولكن ما نعرف هذا، انا نخيط كل ايام السنه نورمال. الان في الوسط نهبط لحتى الخصر لاطاي وندير لاستيك على الخصر. ان شاء الله تكونوا اللي ما اشتركش يعاود يشترك في القناه، اذا عجبته القناه يدير لي لايك وتعليق، ونشكركم كامل على التعليقات اللي تخلوها لي. هنا راني نركب لاستيك في الطايف الخصر لتوق دو طاي من الامام ومن الخلف، اسهل ما يكون هذه الجبه، يعني وحده فتبدا تعلم في الفساتين تاع البنات الصغار. فوالا راني ركبت لاستيك، الان ندير عطفه في حده الابط، عطفه صغيره فقط على بعد 0.5 ملم. بعد ذلك ندير نفس الشيء للجهتين، يعني جهه الخلف وجهه الامام. فوالا ندير عطفة في الإبط، هذا الحردة قلت لكم نديري 5 سنتيمتر ولا ديري 7 سنتيمتر، المهم لاستيك راح يجمع لنا كل حاجة. فوالا هنا راني ندير العطفة وبعد نحط هذاك الفولون، نحدد منتصف تاع الفولون قبل ذلك ندير له عطفة. إذا ما درتيش عطفة، إذا حبيتي تزيدي قالون من هذه الجهة تقدري ديري القالون للتزيين. بصح هذا القماش راه شباب فيه لي فلور، ما يسحقش القالون. فوالا درت عطفه، الان حدد المنتصف تاع الصدر ونزيد نحط عليه المنتصف تاع هذاك الشارشيف ولا الفولون اللي كنا قصيناه. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الطريقه، راهي واضحه. فوالا
نركبه بالخياطه ونركب الجهه الخلفيه كيف كيف، نفس الشيء اللي راني ندير في جهه الامام نروح نديره في جهه الخلف، بعد نجي نركب الجهه الاماميه مع الخلفيه ونخيط من الجوانب. فوالا نجيب هذه الجهه الثانيه جهه الخلف ونحط عليها الجهه الاخرى الاماميه ونغلق بالخياطه من الجوانب. شوفوا كيفاش نحط الوجه على الوجه، وما نساوش هذاك الشرشيف يكون يقابل الشرشيف هذاك الفولو الثاني، لازم تكون خياطه على الخياطه باش ما تجيناش هذا لي ديباسمون لي يعني تاع الخياطه. هنايا ثاني كنخيط في الجوانب ونتاكد بلي الخياطه راهي على الخياطه. شوفوا بعد ما خيط نقلب ودرك ندير هنايا عطفه صغيره وباش نركب فيها الشريط المطاطي هذاك ولا اللاستيك، نخلي فتحه فقط باش ندخل منها اللاستيك. هنا راني بديت نخيط بصح من بعد نخلي فتحة صغيرة، لأنه هذه هي الطريقة السهلة لتركيب اللاستيك، أسهل طريقة يعني بالبانجل. يعني هنا نحبس ونخلي 2 سنتيمتر ولا 1.5 سنتيمتر فتحة، هذيك ندير من يدخل منها لاستيك ونكمل كامل. ندير هذاك نكمل الخياطه هنا في هذا المكان اللي فيه يدخل الشريط المطاطي. فوالا وهذا المكان فوالا. ان شاء الله راكم تشوفوا كيفاش الطريقه سهله. هنا راح ندير اللاستيك ونكمل الجبه وتشوفوها واجده. اللي تحب دير لها لي بروتيل تقدر دير اشرطه هكذايا وتخيطهم وديرهم على الصدر هكذاك، سينو خليها هكذا راهي تجي شابه. ان شاء الله هاد النتيجه تعجبكم وتخلوا لي تعليق ولايك اذا عجبتكم طبعا الطريقه. الى اللقاء.